طنجة نيوز، أول موقع إخباري بشمال المغرب. اللهم ارحم أخينا يونس وجازه ويعافيه، يكون معه عند السؤال، اللهم تثبته عند السؤال يا الله. السلام عليكم، مساء الخير. الحمد لله انا سعيد ومسرور، واخا حنا في الحاله ديال المأتم، على انني التحقت المقبره بشويه ديال الروطار، على ان كان الخبر اللي جانا على ان الدفن غيكون في العصر، بالتالي تأجل المغرب، وبالتالي فوجئنا بان الدفن تم قبل المغرب وبقى فينا الحال. ولكن الحمد لله حتى الاخوان ديال طنجة نيوز مشكورين، حتى هما في راسهم المعلومه بان الدفن غيكون في المغرب، والحمد لله هما لحقوا لنا وحنا مسرورين الحقد عليهم، والله يرحم المرحوم. الحقيقه غيب علينا واحد السيد عزيز علينا جميعا، وخصوص الناس بمدينه طنجه، لانه هو ولد الحي فقير، حي دار البارود، وعاش واحد العيشه مزيانه، ماشي فهمتي، وكان عنده واحد التربيه خليقه ممتازه في الصغر ديالو كامل. وانا دابا انا كبير منه، حليت عيني فيه، باقي هو صغير شويه، ولكن دائما عمري ما شفت منه شي حاجه، والحمد لله. والساعة اللي تقلد كان في أمنديس، شركة أمنديس قبل ما هذا، من بعد التحق بالمجلس البلدي، والمجلس البلدي أعطى في، وبالخصوص كان في المنطقة ديال المدينة، وأعطى الثمار ديالو، وكان في المستوى العمل ديالو، وما كاينش شي واحد اللي اي واحد الا كيشكرو. ايوا اش باش نقولوا، ان الله وانا اليه راجعون، بحال اللي كتبنا في هذا، والله تبارك وتعالى لحقنا به مسلمين. وهذا الراجل هذا كان مثالا للشخص الطنجاوي، اش باش نقول لك، اللي هو في كيأدي الواجب ديالو كما ينبغي، وكاز بزاف د الحوايج في الحقيقه، ما عندنا ما نقولوا فيه.